Hi, I am Anthony. My short documentary is Beirut After 40, and a true story about the explosion of Beirut. ولا زلنا في الشأن اللبناني حيث أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية بسماع دوي الفجار. تابع هذه الصور الآن المباشرة من بيروت. كنت عم فتش عبية. الانفجار لينا كبير جدا، أصداء هذا الانفجار وترددات وصلت إلى كل ضواحي بيروت حتى أن بعض المناطق الزمنية سمعت هذا الانفجار. ونظهر لكم اللحظات الأولى للانفجار المروع في مرتين. عبركم كل بيتها طبعا وقاية قاية الزرور. أولك بيزة شفته؟ شفته؟ برمت عليك 40 يوم. بكل صراحة يعني كل وقت أنا عم بحضر دمع ومعدة عم تجي على جرحي. كيفك مصور بالتفاصيل بالدقيقة وبالثانية؟ أكيد كثير بالعرض. بتأمل إنه اللي صار ما حدا ينساه، ومثل ما قلت بالموفي إنه تنذكر وما تنعاد، على أمل إنه تنذكر وما تنعاد. صار لي هون أنا بأمريكا 7 سنين وما بيعرفوا شو عم بيصير بلبنان، ما بيعرفوا شو عم بيصير برات أمريكا، فلا يوصل فيلم على هوليوود عن لبنان. Thank you so much, man. I'm so proud to be Lebanese, Ajad, because of you. فيلم وثائقي واقعي ورجيت وجع اللبناني لكل العالم. ما عندي كلمات تعبر عن الحقيقة اللي شفناها. أنت شخص بترفع الراس وبترفع اسم لبنان. يعني بدي أقول لك حبيت أكيد، بس أكيد حبيت شغلك. Thank you إنك بينت اللي صار بأسلوب شوي مختلف. وانا يمكن اثر علي الفيلم اكثر لانه بالمنطقه يلي فرجيتنا اياها، المنطقه اللي انا كنت عايش فيها. الحمد لله على سلامتك اول شيء، والله يرحم اللي ماتوا ويصبر قلب الامهات اللي خسروا عيالهم. وبالنسبه للفيلم يعني اول مره بحضر فيلم عن هذا الموضوع اللي صار، ويعني رجعت ذكرتنا كل لحظه قطعت علينا وقتها. انا جاي على اساس زياره لهون بعد ما صار الانفجار، فقررت ابقى هون وقدمت لجوء لضلني هون. للأسف يعني أنا كتير بتأسف إنه نحن بلدنا صار فيه هيك. يعني أنت عم تقول أنا بدي روح على المستشفى، بدي لك على أي مستشفى بدك تروح؟ على الوردية المهبطة ولا على المستشفى الروم اللي كمان نزلت، ولا على كل المستشفيات نزلت على الأرض؟ المناظر اللي لما طلع الانفجار القوي الثاني وشفت الناس كيف كلها انزتت، وهذا المنظر لحاله مرعب. الفيلم محزن جدا، بس انا بدي اهنيك كثير انه قدرت وصلت الفكره، قدرت وصلت شعور الناس يلي كانوا تحت شو حسوا، حتى اللي منه لبناني بكي من منظر المشاهد. كلتك كل دقيقه رجعتنا لورا، رجعتنا على بلدنا، بس باسف على هالاشياء اللي شفتها. والله يا انطوني انا كمواطن مصري انا ساعتها حسيت ان انا لبناني. الفيلم اثر فيها جدا، الموقف اثر فيها جدا، بكاني كتير، حسيت انها بلدي. انت عملت حاجه عظيمه، انا ان شاء الله بتمنى لك مستقبل كبير، انت ان شاء الله تكون من اكبر واهم المخرجين في العالم. I just felt like I was in there with you. And you know, with all the security footage, with the way you had everything, you know, just everything, I felt like I was there. I could feel the anxiety. I was getting anxious. I have no idea how you came out of that. The shock, it was like September 11th. And it brought me back to that when I saw that. And then when the towers collapsed, it was like, wait, what is happening? It was Beirut's version, version of 9/11 for that happened in America. I found it to be very heartfelt. I found it to be very powerful. I found the images to be well shot. Professionally, I thought you did an incredible job under the circumstances. I thought you even introduced some humor just by being yourself. So you must have some natural charm.
Overall, I really was impressed with the movie, and I'm not saying this because you're next to me. I just feel that you did justice to the story in a very short period of time. And I love the way you used the footage. You found ways of getting the original footage of the cameras from the city. I think that had an incredible effect. I think the impact of the people that were part of your life at that moment, bringing them back, it was very clever. I found that to be a very clever way of telling the story. And I hope that you win this award and many more. And I'm an editor, and from an editor to an editor, that was incredible editing. And I felt like I was there with you, even though at the time I was not, and I just thank you for completing such a magnificent project. The way you had the presence of mind to even document the film, the way you had the ability to keep yourself focused and keep yourself documenting because you know that you had to preserve it for the future, that is what struck me. Is not just the fact that you had the ability to think, I need to record this, and you had the strength to go back and say, I need to edit this, that is what struck me. That is what made this film absolutely incredible. So I just want to say thank you so much for sharing your journey and sharing your story for anyone, either it's American, Lebanese, Filipino, Chinese, Japanese, anybody, for humanity. Thank you so much for sharing your story. I really appreciate it, Anthony, and great job, and I wish nothing but the best for you. Thank you so much.